أيام قليلة ونحتفل في مصر بمرور 100 سنة على أهم كشف أثري في تاريخ الحضارة المصرية، وهو اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون 4 نوفمبر 1922. هذا الكشف تم عن أول يعني مقبر كان تم أول كشف عن أول سلمة لمقبرة الفرعون الذهبي الأكثر شهرة في العالم، وبسبب مقتنياته اللي تم اكتشافها كاملة بتعتبر مقبرته هي المقبرة الوحيدة اللي تم العثور عليها بشكل كامل لم تتعرض للسرقة أو النهب. خلونا نتكلم مع عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. دكتور حسين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. مين هو توت عنخ آمون؟ ليه احنا يعني بنعتبر هذا الكشف مهم؟ من هو توت عنخ آمون؟ هو طبعا الغريب في الموضوع ان توت عنخ امون من الناحيه التاريخيه بالنسبه لنا مش ملك مهم خالص، لان هو حكم فتره زمنيه قصيره حوالي 9 سنوات، وتولى الحكم عنده 9 سنوات ومات عنده 18 سنه. لكن الاهميه الكبيره اللي بترجع لشهره هذا الملك على كل ملوك مصر القديم يمكن باستثناء رمسيس الثاني نتيجه اكتشاف المقبره الملكيه بتاعته، ودي المقبره الملكيه الوحيده التي اكتشفت كامله بالنسبه لنا في عالم الاثار المصري الى الان في 4 نوفمبر 1922. والكشف ده زي ما حضرتك تفضلتي يعني في 4 نوفمبر القادم اللي هو يوم الجمعه اللي جاي هيكون مر عليه 100 سنه، ويعتبر اعظم اكتشاف اثري في مصر في القرن العشرين وكذلك في كل القرون وفي كل الحضارات، لان اكتشاف مقبره توت عنخ امون كان ليه دوي هائل جدا 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 وصدى كبير، واحدث حاجتين مهمتين جدا في العالم اللي هي لعنه الفراعنه ظهرت كترم كمصطلح في هذه الفتره، وكذلك الايجيبتومانيا اللي هو الولع بالمصريات او الجنون بالمصريات، فده بدا يزيد قوي 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 مع اكتشاف مقبره توت عنخ امون. وكذلك بالنسبه لنا هنا في مصر عمل نوع من انواع عوده الوعي، عوده الوعي بتاريخ مصر وعصرها وتراثها، خصوصا بعد ثوره 1919. المقبره اكتشفت 1922، فده عمل عندنا تيار من الوعي المصري في كل الفنون. هنبص نلاقي سيد درويش بيعمل مزيكا مصريه، هنبص نلاقي محمود مختار بيعمل فنون وبيعمل نهضة مصر، توفيق الحكيم بيعمل عودة الروح، ثم لاحقا نجيب محفوظ بيكتب الثلاثية الفرعونية بتاعته رغم ان هي جت في الثلاثينات وفي الاربعينات، لكن كل ده تأثر باكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. ده خلى المصريين ترجع ليهم قيمتهم كرامتهم، خصوصا ان احنا في هذه الفترة كنا تحت الاحتلال البريطاني، فبدأ المصري يقول لجانب لا احنا كنا عندنا حضارة عظيمة وكنا اصحاب طيب حضارة. انا عايز اسال حضرتك اخيرا بس علشان الوقت، هل في اي سرقه حصلت للمقتنيات؟ لانه بعض المواقع او الصحافه الغربيه بتتحدث عن سرقه مقتنيات. طبعا بالفعل، يعني في كتاب جديد هينزل في اوكسفورد في الفتره اللي جايه تبع جامعه اوكسفورد عامله باب براير بيتكلم فيه عن هذه الامور، ان كارتر اللي هو اللي اكتشف المقبره دخل المقبره خلسه وسرق بعض القطع الاثريه وبعض القطع الاثريه دي لبعض الزملاء في متحف الاثار في القاهره كي يتحققوا من الهيروغليفي اللي هي الكتابه المصريه القديمه اللي موجوده عليها، وبالفعل ثبت لهم ان هذه المقتنيات كانت من مقبره توت عنخ امون. الفريد لوكاس ايضا اللي هو المرمم اللي كان في المقبره قال نفس الكلام، وفي 2010 مجلس اعلى الاثار رجع 19 قطعه اثريه من مقبره توت عنخ امون كانت مشتراه من متحف المتروبوليتان في نيويورك، فده بيثبت بدليل قاطع ان كارتر دخل المقبره وسرق الاثار خلفه. انا بشكر حضرتك دكتور حسين عبد البصير، عالم الاثار ومدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه، شكرا على يعني هذه المعلومات السريعه عن ذكرى مهمه جدا بنحتفل بيها او بتحتفل بيها مصر خلال ايام، وهي اكتشاف مقبره توت عنخ امون.